انت عارف ان رافينيا كان هيمشي من برشلونه بعد اول موسم ليه؟ لا ده كمان الجماهير هي اللي كانت عايزاه يمشي. انا هحكي لك القصه. رافينيا ما ظهرش بشكل كويس مع برشلونه في اول موسم ليه، وفي الصيف اللي فات برشلونه كان مرحب جدا برحيله، وطبعا مين عرض مبلغ خيالي عشان يضم اللاعب؟ ايوه بالظبط كده، الهلال السعودي. التقارير بتقول ان العرض السعودي وصل ل 90 مليون يورو، يعني عرض ما يترفضش اصلا. مش بس كده، ده رافينيا كمان اتفاجئ ان الجماهير مش عايزاه، وبتنادي بضم نيكو ويليامز اللي كان متألق جدا في بطولة اليورو، وده زعل رافينيا جدا. طب ايه اللي خلى الصفقة ما تكملش؟ رافينيو نفسه هو اللي بوظ الصفقة. ايوه زي ما بقولك كده، يعني راتب خرافي وجماهير مش عايزاني، بس انا هكمل ومش همشي. رافينيا كان عنده هدف وكان واثق جدا من نجاحه، وبلغ إدارة برشلونة انه مش هيمشي، وفعلا الايام اثبتت ان رافينيا كان صح. وسبحان الله، جماهير برشلونه اللي كانت عايزاه يمشي امبارح هي اللي بتحتفله النهارده، وخصوصا بعد ما سجل هاتريك في بايرن ميونخ وكان بطل ليله الانتقام في البافاري، وبعدها على طول سجل جول خيالي في الكلاسيكو قدام ريال مدريد.